ما كاين الفلوس اللي والو هو الموت واشوف 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 جمع ثلاثة برا واحد شبني بقى بجوه حط لي هنا وروحوا لدخل عندك غير خمسة خويا قسما بالله والطعام اللي مشى فيه واحد شدك واحد هرس المجر واحد هز الفيترات وزيت وهذاك اللي كان شادني في الاخر باش بغى يطلقني دا الويفي والله لا ديتي ريال طلع ما كاينين واش وقف ضربه دار شي حاجه كي وقف كيشنق عليا كانني مع البودره وحط عليا الصفره انت كتشتغل هنا في المحطه ديال الوقود يعني انت كنتي حاضر وانت اللي تلقيتي الاعتداء من طرف واحد العصابه كتكون خمسه الاشخاص او خمسه العناصر بغيناك تخرجنا وتعودينا كيفاش يعني تم الاعتداء عليك شنو خداو منك شنو دير فلوس الدوله وشنو هما المسائل الاخرى اللي في الدوله تعودينا القصه من الاول حتى الاخر سيدي كاسر ما كانت جاو كلاكسون عليا وندير لهم النصب قال لي بلي 800 درهم ديال المازور قلت لي عطاني الفلوس قال لي عادي ما قلت لي لا عطاني الفلوس عطاني 200 درهم درت ليه 200 درهم ديك اللحظه اللي كندير ليه 200 درهم بان لي السيد عند السيف لو اللي راكب الله الطوموبيل ما عندهاش الله درت ليه 200 درهم وجيت فيقت واحد السيد كان معايا فيا كنا الطوموبيل ما عندهاش الله واش دوب الفي ماشي الله لا قديمه الطوموبيل الواحد ما عندهاش كاع حتى شي حاجه كانت ما بركي لا ما محيدين ولا جيت تامي درت لهم 200 درهم وسمحت فيهم تما وجيت نفيق السيد نقول له راه كاينه شي ورا كاين هادو ما عجبونيش الفراوله حسيتي بهم انت حسيت بهم منين نهار السيد نوضتو رجعت بان ليا هو هز البيستولي كيدير المازوت راسو جيت نقطع الضو هنايا ديك اللحظه اللي جيت نقطع الضو هنايا جاو دخلوا عليا جاونا ثلاثه برا واحد شدني بالجوع حطا لي هنا وهو دخل عندك غير خمسة استولى على واحد المقدار ديال 4.5 مليون وعاد ودخل الاخر خدا الفلتريال والزيت وكيبقى ينقل واش اللي خدا الفلوس؟ لا ماشي اللي خدا الفلوس دا الفلوس والاخر اللي كانوا دخل خدا الفلتريال والزيت الاخر واش اللي كان شادك ولا واحد اخر؟ واحد اخر واحد اخر يعني خلى ثلاثة اللي دخلوا يعني كله جداد واحد شادك واحد هز المجر واحد هز الفلتريات والزيت وهذاك اللي كان شادني في الاخر باش بغى يطلقني دا الويفي هذا الويفي تا هو دو يلاه جابو لنا لي جون كيسحابو هو شدو عندهم ها شدو عندهم هذا كان في بلاصة الحديثة تاعهم خدا الويفي مشى السيد اللي كان معايا مشى يكلم الدري اللي كان شونجا انا وياه منين جا لقاهم مشى السيد اللي كي اللي مشى يكلم السيد اللي كان خدام معاك شحال كيبعد من هنا تقريبا شحال تقريبا هو مع الليل والكرياج ما عرفش حيت هو براني ما كيعرفش البلاصه كيمشي لقى الكرياج ما عرفش منين يطلع واحد الصعوبه باش قطع الكرياج ودات واش كاين شي سكان حداك ما انا قريب منكم ولا لا كاين واحد السكان هنايا قريب جاو هادوك تما ولكن حتى مشى حتى هذاك الدري عاد عيط على الدراري اللي جاو معاش الوقت تقريبا اللي جاو عندك الشفار 4 و 4 4 الصباح نهار الخميس مع نهار الخميس كانت ستاسيون كان فيها شي حد اخر تيدير مازوت ولا كان مي كانوا داخلين هما كانوا واحد التراكتور كيدير مازوت ومشى مي بقى واقف واحد واش درتي لي مازوت هذيك الساعه بقى واقفين حتى مشى التراكتور لا انا درت لي التراكتور هو الاول عاد جيت عند الهوان ديال المازوت ديال المازوت تبعوني لهنايا منين قلت لي القصه كيفاش عطيتو 200 درهم تبعني لهنا ملي جيتي نتايا بغيتي طيح طيحت الضو باش ما يبقاش يدير المازوت حيت هو هز البيستولي كيدير المازوت لراسو كيزيد المازوت لراسو على ديك 200 درهم اللي درت منين انا جيت قطعت الضو من نظرت لقيتهم واقفين هنا واش وقف ضربه دار شي حاجه كي وقف كيشنق عليا كانني مع البودره وحط عليا الصفره على برا ولا الداخل؟ لا على برا في القنت ديال الباب من برا وليك الساعة ملي خرجتي انت ما حاولتيش تسد الباب ولا ما كيتسدش في الساخطة خصك تدور سالب ما عندوش الساخطة تجروه كيتسد انا كون شفتهم جايين كتكون بقيت لداخل وسقطت ولكن ما فاجئوني ما تمنيتش غادي ملي شافوك دخلتي هنا وحليتي دخلوا عليك ودابا هذيك الفلوس اللي كانت عندك هنا
واش ديال القبض ديال النهار ولا ديال الاسبوع ولا ديال لا ديال اليومين. على نتوما الفلوس ما كتدخلوش يوميا سميتو؟ لا الباترون كان مصاب كان في قنيطره. كان في قنيطره. عمرك تلقيتو شي حاله بحال هادي ولا اول مره؟ لا اول مره. اول مره ما كنتش ما عمر حتى شي واحد حاول يهرب لينها ولا يدير المازوت ويزيد لا ما عمرها كانت. يعني شحال ديال المده وانت خدام هنا؟ من بدات الستاسيون من 15/7/2021. من 15/7/2021 وانت كتشتغل هنايا؟ ما عمرك طحتي في حالات عمرك؟ ما عمرك طحت في حالات لا عمرني ما شفت حالات هكا. حتى هاد الناس اللي جاو برانيين ما كنعرفهمش. من بلاصه هما؟ ما عرفتوش تحققوا تعرفوا الهويه ديالهم؟ سيدي قاسم. سيدي قاسم؟ هما بربعة بخمسة من سيدي قاسم؟ اه الخامس من جرف من الحال ود المنطقة. واش ملي هجموا عليكم هنا وخذوا الفلوس وخذوا الزيت وخذوا الفلترات خرجوا يعني واش ضربوك داروا لك شي حاجة؟ لا دفعني وزاد صافي. دفعك؟ مشاو يجري ولا مشاو يجري؟ مشاو يجري عندهم طونوبيل. ولكن هذاك الشيء ديال الفلترات والزيت فاش هزهم داروا شي صاك؟ كان عندهم البلاستيكات ديالهم كيكون هذوك اللي هزهم عندهم الغلاف الزيت راه كيهزها هكا كي ملي خرجوا من هنا فين لقيتي نتايا؟ لقيت في الستاسيون ما عنديش فين نمشي. واش جا عندك شي حد اخر ديك الساعة؟ جا الدري اللي هذا والدري اللي مشى فيقه وجا واحد جوج دراري وباهم معديني. يعني جاو لعندك؟ جاو الناس. تواصلتي مع السيد مول المحل؟ لا ما قدرتش نحيد التليفون ديالي كان هنا فوق البيرو وطاح ما شتو هنايا و تواصل مع الدري اللي جا اللي كيشونج معايا. ما داو لك التليفون حتى لا والو؟ لا ما داوش ليا عقا من هنايا من هذيك الروينه وهادشي حتى لقيتهم. وشكون اللي تواصل مع الباترون ديالكم؟ الدري اللي كيتشونج معايا. كيفاش استقبل هو هاد السيتو ديالك؟ هو كل واحد كيقول احسن لهم كيفاش كيستقبل هو هذيك الساعه مسؤول عليه قال لي كيداير السيد قال لي راه لاباس دار شي ساعه وربع ولا شنو من قنيطره لهنا بواحد السرعه ولا واحد. وبالنسبه لهاد الفلوس اللي مشات لك وكنتي انت اللي كنتي في هذيك الليله واش الباترون هضر لك عليها قال لك غتعوض عليه انت؟ لا لا عمر الدار قال لك انا كيهمني انت ما كيهمنيش الفلوس. يعني ما غتعوض عليه انت؟ لا ما يعني هو كيتيق فيك يعني كيتيق فيك حيت ما كانش يثق فيا ما خلاش الفلوس. ولكن الحمد لله يعني باش زاد كبر الثقه ديالو فيك يعني تبع الاعتقال ديال هادو. اه تبع الاعتقال ولا الاعتراف ديالو. وصلنا لهاد التعاون واش داروا الكسيده هما داروا الكسيده واش دابزو؟ حنا كنسمعوا بلي دابزو مع بعضياتهم كيقولوا دابزو. انا واش في نفس النهار في نفس الليله في ديك نفس الوقت ديك الساعه اللي خرجوا واحد 10 دقائق ولا شنو داروا الكسيد؟ مشاو يعني يقسموا الفلوس وقع لهم شنو؟ هنايا في الطريق تقلبوا ماتوا جوج ماتوا جوج وجوج تقلبوا المسافه البلاصه اللي داروا فيها شحال كتبعد من البلاصه؟ شي 3 كيلومتر. 3 كيلومتر يعني يقول في نفس الطريق؟ في نفس الطريق في نفس الطريق مول القياده. اها الدراري اللي كانوا معاهم اللي جوج ماتوا والثلاثه اللي عاشوا واحد ديك الجوج مع الضوء شحال مات من واحد؟ جوج 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 والاخرين؟ مات هذاك اللي كان شاد عليا الشفره اها وهذاك اللي دخل لها راس المجر هما اللي ماتوا. ماتوا بجوج؟ ماتوا بجوج. والاخرين؟ الاخرين هربوا جاو هربوا ما عرفوش الطريق ورجعوا لهنا لعندنا رجعوا لهنايا قدامنا بواحد 500 متر ولا 600 متر كيديروا اوستوست كيقولوا اللي لقاو كيقول لي دينا سيدي قاسم نعطيك 500 درهم نعطيك 600 درهم هما عاد دمايات وما يشكوا فيهم حيت سمعوا الناس الخبر بلا مع السبعة الصباح سمعوا الخبر بلا تكريسينا وداك الشيء دارت الهضرة دارت الهضرة كيسولوا كيقولوا مالكم كيقولوا مكريسينا واحد واحد الفلوس المهم دار في الملكي ولقاو القبض عليهم لقاو القبض عليهم وعطاهم كل شيء داروا يعني اعترفوا هما بداك الشيء اعترفوا هما اللي جاوا يعني شدوا جوج شحال باقي من واحد دابا باقي واحد في حانات غير هذا اللي باقي على من سيدي سليمان اللي تولى سيدي قاسم من جوف الملح من هنا هو العقل المدد هو باش تعتقلوا كان عندهم اسلحه بيضاء عندهم السيوفة وكريموجين يعني انت من الكريموجين عندهم شحال شدوا معاهم قلت لي شدوا معاهم فلترات وشدوا معاهم شدوا معاهم فلترات عاد رجعوا رجعوا قال لهم الملك رجعوا لهم الويفي الويفي
شحال ديال الفلوس تقريبا اللي بقات عندهم؟ اللي لقاو عندهم يلا واحد 130 الف ريال اللي قاو. وشي لاخر في الدار؟ حتى هو يمكن الاخر اللي باقي هارب ولا دار هادشي. شنو هي الرسالة ديالك اللي غتوجه للناس اليوم الطرف المريخي اللي تفاعلوا مع القضية في الطرف الوجيز؟ كنشكرهم مزيان ونقاموا بواحد الواجب جبار وبسرعة وتم الاعتقال و دارو مجهود كبير صراحة، كنشكرهم بزاف. والناس ديال الدوار حتى هما الناس اللي ساقوا الخبار جاو ديك الساعة كيأزرونا مساكن و حتى هما وقعتو بالحال مكانوش كيتصورو هادشي. سي إدريس صاحب محطة الوقود، كيفاش كانت رد الفعل ديالو؟ شنو هي الرسالة اللي غتوجه ليه؟ إدريس صراحة ما كاينش بحالو، أنا إدريس ما فكر لا في الفلوس لا والو، كيفكر في الصحة ديال الخدام ديالو، كيقول لك أنا ما خصني نكمل حتى حاجة، ولحد الآن واقف معانا مسكين وشارك في هاد الحالة، كيديني حتى الدار وكيجيبني ما كاين، الطونكو ديالو، صراحة، وشاد فينا شهادة عند الطريق الملكي، كيسولوه ربما من هاد الناس، كيقولوا لنا هاد الناس بحال خوتي ماشي شبهنا. هو مسكين هو من قبل كيتيق فينا، بعض المرة كنا بعض المرة كيكون عندو شي مشاكل عندو شي هذا، كان تتبقى عندنا حتى ل 10 12 مكي دائما الوقت اللي جا كيتحاسب معانا كيعطي رزق صالح. الله يعمر له الدار، انسان طيب انسان ديرها من الحلال باش وقع واحد المعجزة تاع من الحمد لله. راه المعجزة هادي ماشي شحال عندك ديال الوليدات؟ خمسة. خمسة الوليدات، هذا هو المكان القوت ديالك؟ واحد. عطينا شي رسالة أخيرة. كنشكركم نتوما أولا للتيف حتى كنشكر رجال الدار وكنشكر كاع الناس اللي قاموا بالمجهود ديالهم.